طيب دكتور عبد المنعم، يعني إذا كان لديك تعقيب على ما تفضل به السيد كلينك فيما يتعلق ب عندنا طرفين، عندنا طرف حماس والفصائل الفلسطينية وطرف إسرائيل. السيد كلينك بيرى أنه الولايات المتحدة قادرة على إعطاء تطمينات للجانب الإسرائيلي، طب وماذا عن الجانب الفلسطيني؟ ما احنا عايزين لا في سيستم لموضوع التطمينات ده، الولايات المتحدة تديه لقطر وقطر تديه لحماس، يعني يعني بيتم الموضوع عن طريق طرف ثالث ووسطاء عشان الحتة القانونية بتاعت انه مفيش حديث مباشر خالص مع حماس، لكن هو الطرف الثاني في هذه الحرب هو حماس. لذا الموقف الفلسطيني في موقف صعب شوية، ان هو لو كانت الحرب دي موجودة عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المراقب في الأمم المتحدة، إذن فلديك طرف دولي يقاتل. القضية أنه حماس تريد أن يعني زي ما بيقول الأمريكان to have the cake and eat it too، بمعنى إيه؟ أنك أنت عايز تبقى تتعامل كطرف في هذه الحرب وانك انت اللي متمركز داخل غزة، بينما السلطة الوطنية الفلسطينية ليست موجودة في هذه العملية. يعني دي موضوع يشكل يعني اشكالية بالنسبة لحماس، دي نقطة. النقطة الثانية، انا شخصيا ما عنديش تأكيد ان الطرفين عايزين يوقفوا الحرب. ايوه. يعني لانه كل طرف الان يعتقد انه منتصر. ولا يريد ان يسلم للطرف الاخر بالانتصار. الاسرائيليين يعني واضح ان هم دخلوا غزوا اعادوا الاحتلال، عملوا رجة في المنطقة بفكرة التهجير القسري للفلسطينيين اللي هي فكرة اصيلة داخل الاسرائيل يعني، وبالتالي هو احتل ارض كان جلى عنها وابتدى يفتح ملفات كثيرة. حماس على الجانب الاخر معتقدة تماما انه اي وقفة لاطلاق النار هتعلن النصر، وانه هو اسرائيل عليها انها ليست تواجهه هو بس، انما تواجه بقيه الاقليم والجبهه في لبنان والجبهه في البحر الاحمر. في اشكاليه مستمره تجعل المجتمع الاسرائيلي في حاله استنزاف مستمر. فاحنا انا مش شايف الاثنين عندهم مصداقيه قويه ان هم عايزين ينهوا هذه الحرب. الاثنين قرروا التضحيه بالشعب الفلسطيني في غزه.